فعلا خليني اطمنكم على حاله الجو بالتفصيل النهارده. وهيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه مع استمرار انخفاض في درجات الحراره. الطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وشمال الصعيد. معتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبالليل الطقس هيكون شديد البروده على كافه الانحاء. هيكون في ثلوج على مرتفعات وسط سيناء. وبالنسبة لحالة الجو النهاردة هيكون في نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. هيؤدي طبعا إلى انخفاض الرؤية الأفقية وبتزود من الإحساس ببرودة الطقس. كمان في أمطار متوسطة إلى غزيرة بتكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، السلوم ومطروح واسكندريه والبحيره وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد. خلوني استعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل، وهنبدا من القاهره والعظمى 15 والصغرى 7، الاسكندريه 15 11، مطروح 15 10، سيوه 16 7، بورسعيد 16 11، دمياط 16 11، الاسماعيليه 15 10، السويس 16 10، العريش 16 10، كاترين 10 ماينس 1، وطابة 17 و11، وشرم الشيخ 19 13، الغردقة 19 14، الفيوم 17 7، بني سويف 15 7، المنيا 15 6، أسيوط 15 5، سوهاج 16 6، قنا 17 7، الأقصر 18 7، أسوان 19 8، الوادي الجديد 18 7، شلاتين 24 13، وأخيرا حلايب 22 15. كده حاولنا نطمن حضراتكم على الحالة الجوية النهاردة. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت عشان نكمل فقرة صباح الخير مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليكم.